سلام سلام، معكم يحلى الكلام وعلى النبي عليه ألف صلاة وسلام. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم كيكة سنيكرز ولا سنيكرز كيك. هاد الكيكة هادي اللي تجي رائعة خفيفة، لو بيسكويت تاعها خفيف كوم با بوسيبل. وهاد الكيكة هادي ما كاش أسهل منها، نديروها بأنف، نديروها وي بحبة تاع ولاد الدجاج، نديرو هاد الكيكة. دونك اقعدوا معايا شوفوا لا فيديو باش تشوفوا طريقتها السهلة ومقاديرها البسيطة البسيطة وبنتها. واش نحكي لكم، بنتها بنا. يلا بسم الله مع بعض نبداو. بسم الله. دونك هنايا في ان ريسيبيون ندير كاس نتاع فرينه، ندير ان فيغ ا ميزور دو فارين، نزيد له تلت الكاس نتاع كاكاو، كاكاو مر، لو تيير دان فيغ ا ميزور كاكاو امير. essayez de choisir la bonne qualité تاع الكاكاو باش الكيك تاعكم يجيكم بنين. هنايا واش زدت مغرفه نتاع قهوه لوفور شيميك، مغرفه نتاع اون كويير ا كافي نتاع خميره تاع الحلويات، وزدت نص مغرفه. دونك درت اون كويير اي دمي نتاع لوفور شيميك، وزدت لها اونكور نص مغرفه نتاع بيكربونات. هذه بيكربونات. دونك هنايا نصير كل شيء. بعد ما صيرت كامل لو ميلانج تاعي واش نزيد له كاس نتاع سكر. كيف نزيد هذاك لو كاس ا ميزور نتاع سكر. جو ميلانج هكا بيان لو تو. دوكا هذا نخلوه هكا دو كوتي، نديروه بجنب. و دون ان اوتر ريسيبيون ندير حبه تاع ولاد الدجاج، حبه بيض، ندير ان اوف. لوف تاعي هذاك نزيد له لو كار دان فيغ زيت، ربع كاس نتاع الزيت، توجور لو فيغ ا ميزور. نزيد نص كاس نتاع حليب، نزيد له تانيك نص كاس تاع قهوه. انايا لهنايا درت قهوه سريعه الذوبان، دونك درت لو كافي انستانتاني كيما تحبوا لو كافي بريس ولا الكافي انستانتاني كيما تحبوا. زدت هنايا ان بو دو فاني، شويه زياده تاع لا فاني. هنايا سامحوني ما تسجلتش، بصح جي ميلانجي لي زو مع الحليب بيتو مع الفرينه والسكر. دونك لي دو ميلانج درتهم مع بعضهم باش تحصلت على هاد القوام، على هاد لاباري. شوفوا كيفاش يجي ما هو ثقيل ما هو خفيف، وشوفوا داك اللون على بها. قلت لكم الكاكاو يلعب دور فريمون كبير. دونك شوفوا كيفاش يجي هبل ديك لا كولور تبرق. الله الله. دوكا جو فيان تابوتي هكذا شويه باش هادوك لي بول كامل، فقاعات كامل يحبطوا ولا يتدقوا. وشعلت الفوخ تاعي على 180 درجه. دونك نروح نطيبو. اي سا برون با بوكو طون، اقعدوا تعسوه يا ربي واحد 15 مينوت ماكسيموم يطيب. دوكا يلا هنجو نديرو هذاك التوبينغ اللي يجي من الفوق، فوق الكيكه. حنا ما بيد نوجدو هاد التوبينغ، ان شاء الله الكيكه تاعنا تكون طابت. هنايا جو بران خمسه سنيكرز، ندي خمسه نتاع سنيكرز نديرهم هكذا في ان ريسيبيون اللي انايا راح ندوبو في الميكرووند. اذا نتوما راح تذوبوه فوق حمام مائي ولا فوق النار، ديروه في كسرونه. اذا ما حبيتوش ديروا لي سنيكرز ولا ماشي متوفر عندكم لي سنيكرز، تقدروا تعوضوهم افيك اون صوص كراميل. ان شاء الله نحط لكم الرابط في صندوق الوصف كيفاش ديروا اون صوص كراميل اللي تقدروا تعوضوا بها لي سنيكرز. فوالا راني كملت كامل انايا هذوك لي باغ دو سنيكرز. واش نزيد لهم كاس نتاع كريمه ثقيله ولا قشطه هكذا، اون كريم ايباس. نزيد لهم ان فير، توجور لو فير ا ميزور. ونروح نحط هاد لو ميلانج تاعي نحطو في الميكرووند، بصح نديرو غير بالعقل، نديرو باغ دي ترانش دو 30 سكوند.
بعد 30 ثانيه نعاود نجي هكذا نحرك هذاك لو ميلونج تاعي، باسكو دي فوا يجيب لكم ربي ما دابش هو راهو يدوب وحتى يتنحرق لكم. دونك نروح باغ دي ترونش دو 30 سكوند حتى كامل لو ميلونج تاعي الشوكولا هذاك يدوب ولا كريم تتميلونجا تندمج مع لي سنيكرز. ودوكا واش نزيد له شويه تاع كاوكاو محمص وشويه ملح. دونك زيد له هذاك، زيدو كيما تحبوا زوج مغارف ثلاث مغارف نتوما، وليبيسور نتاع لو ميلونج تاعكم هذا. شوفوا الثقل نتاع لو ميلونج هنايا تدخل عينكم ميزانكم. انايا ما عباليش شحال درت هنايا، شحال حسبتوا معايا ما عرفتش الا ربعة ولا خمسة. الوغ ما بيد درت لا كريم هذيك اللي نديرها من الفوق، الكيكه تاعنا كانت طابت هايليك. انايا نحي لو بابيي، نحيه من تحت، تقدروا تنحوه كما تقدروا ما تنحوش كيما تحبوا. نحيتو هكذا عود وتقبت كامل الكيكه ديالي باش كي ندير لها هذاك التوبينغ من الفوق يدخل لها كامل الداخل بلا ما نشمخها، تجيني هكذاك شامخه الله الله. ودوكا هكذا والكيكه تاعنا سخونه، نديرو هذاك لو ميلونج من الفوق نتاع السنيكرز والكاوكاو ولا كريم، نوزعوه على كامل الكيكه تاعنا ونخلو الكيكه تتشرب هاد لا كريم. راكو شايفين هذوك الثقوب اللي درناهم بالعود، دونك شويه نتاع لا كريم هادي تحبط لداخل ويجينا لو بيسكويت تاعنا يجينا مشرب، يجينا مشرب بالكراميل الله الله. دونك نوزعوه على كامل الكيكه هكذا كيما راكم تشوفوا. خلاص سي بون، انا كملنا الكيكه تاعنا، هذه هي. اذا نتوما كيما انايا يقول انا يقولوا لي سهيله تاكلي خبزك سخون، دوكا ولات تاكلي الكيكه تاعك سخونه. اذا حبيتوا تاكلوها دافيه استناو برك الكراميل يبرد وكلوها دافيه بالصحه والهنا، واذا حبيتوا تسناوها حتى تبرد خلوها هكذا في البلان ترافاي ولا في الفريجيدير تبرد شويه وبالصحه والهنا. انايا ما كليتهاش سخونه، خليتها حتى بردت شويه وجيت هكذا قطعتها دي بوتي مورسو كيما راكم تشوفوا. انايا كيما قلت لكم قطعتها هكا دي بوتي كاري، تحبوا ديروها دون ديروهم دون دي كيسات كيما تحبوا. مي كي نقول لكم جات خفيفه 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 كوم نواج كيما راكم تشوفوا في لا فيديو ولا في لي فوتو، ولا على بالي بلي كي راح تسيوها راكم رايحين تقولوا لي صح واش كنتي تقولي سهيله، جايه خفيفه مالغري كو درنا لها حبه ولاد الدجاج. نتوما تقولوا امبوسيبل افيك ان اوف يجينا بيسكوي هكذا، سيوها وراح بروحتكم تامنوا بلي صح تجي خفيفه وتجي بنينه. تقدروا تعوضوا الكاوكاو باللوز، اللي ما يحبش الكاوكاو يدير كراميل اون صوص كراميل ويدير لها هكذا اللوز من الفوق افيك دو لا كريم الله الله كيف كيف تجيكم رائعه. يعطيكم الصحه اللي كنتوا معايا في هذا لا فيديو، اذا عجبتكم ديروا لي جيم 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 بلان دو جيم لوت اوف لايك، وديروا لي اشتراك في القناة تاعي إذا مازال ما اشتركتوش. شاركوا هاد لا فيديو مع أحبابكم وناسكم افيك بوز امي. ميرسي بوكو اللي كنتو معايا، نتلاقاو إن شاء الله دون دوطخ فيديو دون دوطخ غوسيت. بقيكم سلامة، نتلاقاو إن شاء الله يا ربي ديما ديما في ساعة الخير.